بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما صفا ومروة، أما الأدواي طواف كردني أي بوي حوض جار أتيت أنبري وأتيت أوبة سرت أبا صفا دس بيكي. شنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى ابدأوا بما بدأ الله به بودس بيبكنك الله جل جلاله دس بيكردو الله جل جلاله بإن الصفا والمروة من شعائر الله دسي بيقدر سرطة صفاء هي ناوة بويا صفاء أنبرك أو بريج مروة طبعا اعتيادي الرئيكي لبيني هردو كانا بلام لو قلوب الصوزاء كتيد بردما لم سروا كدا قريت تاك وتاي قلوب الصوزاء بو بياوان بتنها راكردنا يتر ما باقي اعتيادي ببيروي سرتك داغلي صفا بي او آية بخوينك الله جل جلاله وفرمي ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. طبعا ام آية اخوينيتو اشيت سر صفاك اشيت سر صفا اعتيادي ذكر يكد هيا إكيك رسول الله صلى الله عليه وسلم كردويتي سيجار علي الله أكبر الله أكبر أنجى أدواءه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. أم ذكرى أخواني سيجار أشتواني الله أكبر كان وم ذكرش حوت جار بخواني دعي كذا قرأت وسر مروة بهمان شواتواني وذكرى بخواني سيجار ياخذ حوجار ايتر ما باقي لبيني روشتن وهات مكان تاتواني دعابكي وقران بخواني مالان بداخ وخلقي زوربي مشغوله بي ليره ببرسيار كردن وسير كردن يا ملاولا وذكر ودعاء وقران خواندن او بابتاني لي محرومه بي كاوجب راسي كرسات اسمك لم شعيره قوريك الله جل جلاله فرمي من شعائر الله أجر باداش لكي زور هي بو إنسان ودعاة يا زور أميد هيك جيراب بي ولا بداخ وخلقي مشغولة بي جاري وايا لقل لبر ما ندوبون وجاري وايا لقل زور وتني خوي ومشغول بوني بشتوا دا كارم لا الله يرمتي من با هركاتي هاتي نير لو بركتي بهرمند بين والحمد لله رب العالمين.